متى نبدأ الصوم؟ هل نبدأه بعد رؤية الهلال أم بحساب العلماء؟ الصوم يتعلق بالهلال طيب، لا بالحساب، بالرؤية. بالهلال، رؤية الهلال طيب، لا بالحساب الفلكي. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فأمر بالصيام بإحدى علامتين: علامة الأولى رؤية الهلال، يعني يراه ولو واحد من المسلمين، العلامة الثانية إكمال شعبان 30 يوما. وكذلك في نهاية الشهر يثبت العيد برؤية الهلال أو بإكمال رمضان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. وأما الحساب فلا دخل له في الأحكام الشرعية في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق صيامنا بالرؤية ولم يعلقها بالحساب. نعم.